اهلا بكم مره ثانيه. في الحقيقه الاجواء في العالمين طول الوقت متميزه وطول الوقت في فعاليات مختلفه، وخليني اقول انه ما فيش لحظه بتعدي على بورتادي العالمين الجديده غير وهم في الحقيقه بيشوفوا كل حاجه جديده، في تضافر ما بين كل الوزارات عشان يقدموا في الاخر يعني خليني اقول مهرجان على مستوى عالمي. خلونا دلوقتي نعرف ايه اللي بيحصل بقى في العالمين من زميلنا محمود جميل اللي هيعرفنا ابرز واخر الفعاليات في العالمين الجديده. مساء الخير عليك يا محمود، واحكي لنا كده انت فين وبتعمل ايه والاجواء عندك عامله ازاي؟ مساء الخير عليك يا بسنتو على كل السادة المشاهدين. يعني احنا موجودين في الممشى السياحي، والحقيقة دايما بنكون حريصين ان احنا ننقل الصورة من الممشى السياحي وهو احد اهم المناطق الترفيهية اللي بيقبل عليها كل الزائرين ورواد مدينة العالمين الجديدة علشان يستمتعوا بكل الاجواء الجميلة اللي موجودة في الممشى السياحي، سواء بنستمتع طبعا بالاجواء حالة الطقس طبعا الجميلة، بنستمتع بمنظر الابراج، بنستمتع البحر طبعا، فكل الناس موجودة الحقيقة، واللي لسه جاي دلوقتي واللي لسه بقاله أيام موجود في مدينة العالمين الجديدة كل يوم بنشهد إقبال يعني يمكن أكتر من اليوم اللي قبله الحقيقة، خاصة مع قرب طبعا الويك إند والبداية بقى الحفلات والفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين. لكن الحقيقة الفعاليات بدأت معانا من بداية الأسبوع ده، ويمكن كنا امبارح بنتابع التطور المهم في إطلاق شارع الخدمات الصحية، والنهاردة كمان كنا بنتابع الفعاليات الخاصة بالأنشطة الطلابية. زي ما كنا بنتكلم ان مهرجان العالمين الجديدة هو مهرجان متنوع لكل الفئات وكل الأعمار، وبيجذب كل الناس ان هي تستمتع بكل الفعاليات اللي موجودة. وعلشان دايما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حريصة على مشاركة كل الفئات المختلفة، النهاردة كان في تعاون جديد ومهم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي في وجود الطلاب من مختلف الجامعات ان هم ييجوا مدينة العالمين ويستمتعوا بالأنشطة المختلفة. النهاردة في 6 جامعات وصلوا لمدينة العالمين الجديدة، بنتكلم عن مشاركة 150 طالب وطالبة، كانوا موجودين اللي في ملعب كرة القدم بيمارس رياضة كرة القدم، اللي في الملعب الفولي بول، اللي طبعا بعض الطلاب الخاصين بالفنون التشكيلية والرسومات اللي كانوا بيرسموها ومستوحاة من المشروعات التنموية العملاقة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. كورال جامعة بنها كان موجود معانا النهارده في الفعاليات، والحقيقه الطلبه كانوا مبسوطين جدا في فكره ان هم يتواجدوا في مهرجان كبير ترفيهي ثقافي زي مهرجان العالمين الجديده علشان يستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجوده، وكمان يشوفوا انجاز الدوله في المشروعات التنمويه اللي تمت هنا، سواء بنتكلم على الابراج، على الاحياء السكنيه، على التصميم المختلف والطراز المعماري الفريد من نوعه لكل المباني العملاقه الموجوده في مدينه العالمين الجديدة. كل أسبوع هيكون معانا جامعات مختلفة ومشاركة طلابية مختلفة علشان يستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة لمهرجان العالمين الجديدة. خلينا أقول لكم كمان إن إحنا الأسبوع ده وهو الأسبوع الثالث لمهرجان العالمين الجديدة هيكون عندنا عدد من الفعاليات المهمة والكبيرة في مجالات مختلفة. الفعاليات الرياضية هيبقى عندنا يوم الخميس مباراة أساطير كرة القدم بين النادي الأهلي والزمالك في منطقة الألعاب الرياضية على ملعب كرة القدم، هيكون معانا بطولة كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة كمان إن احنا هيكون عندنا حفل فني لفرقة الأنفوشي هتكون يوم الأربع اللي جاي في المسرح الروماني في المدينة التراثية، هيقدم طبعا يعني باقة من الفنون الشعبية المختلفة والمزيج الجميل ما بين الحفلات اللي بتكون موجودة او الفرق اللي بتكون موجودة. امبارح شفنا فرقة اسيوط، وايضا النهاردة في بعض فرق الفنون الشعبية والتنورة اللي موجودة في المنطقة الترفيهية بتقدم كل الخدمات الترفيهية والثقافية لكل الزائرين. كمان عندنا استعدادات بقى لمهرجان اللمة اللي هيحتوي الاطفال والاسر والعائلات وبعض الانشطة كمان اللي بتكون موجودة في المنطقة الترفيهية وفي مدينة الألعاب الرياضية. كل يوم الحقيقة بنشوف فيه تطور عن اليوم اللي قبله، سواء في الفعاليات سواء في كمان التجهيزات المختلفة، ويمكن النهاردة كنا بنشوف بعض التجهيزات اللي بتتم لاستقبال المسرحيات اللي هتكون موجودة معانا في شهر أغسطس، واللي بتكون بالتعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه وموسم الرياض. وعايز أقول لك كمان إن خلاص بقى في استعداد بقى لحفلة الفنان الكبير تامر حسني في اليو أرينا، ويمكن النهاردة يعني منذ
وقليل وقبل الهوا كنا بنتكلم مع الناس عن الحفلات اللي انتم مستنيينها في مهرجان العالمين، كله اجمع طبعا ان هو مستني تامر حسني بالفعل. فكل اللي بيعرف ان خلاص الحفله يوم الجمعه الجايه هيكون طبعا مستعد ان هو يحضر الحفله وحفلات فعلا تانيه جديده جايه يعني. وفعاليات خليني اقول لك انه من حفلات طبعا اللي الناس كلها مستنياها حفله النجم تامر حسني للسنه اللي فاتت، عمل انترنس مختلف تماما، فاحنا السنه دي بقى يعني متوقعين حاجه كده من الخيال اكيد هيعملها في حفلته. بنشكرك يا محمود على اكيد انك قلت لنا كل حاجه هتحصل وبتحصل في المهرجان.